الستايل المهترئ هو نوع من التصاميم اللي تشمل كلا الجنسين النساء والرجال. يكون بهذا الستايل غير متناسق ومخربط مثل ما نقولها بلهجتنا العراقية. أصحاب هذا النوع من الستايل ينجذبون للملابس الممزقة والقديمة واللي تضم تصاميم مختلفة مثل صور ورسوم الضباب، الجماجم، الزناجيل والقطع المعدنية وغيرها من الأشياء اللي تضاف للأقمشة. أصحاب هذا النمط من الأزياء ما تشوفون بخزانتهم ملابس رسمية لأنهم يفضلون الملابس البسيطة الممزقة وذات النمط القديم.